بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو منع الحمل. موانع الحمل كونتراسبشن. طيب، موانع الحمل كثيرة، منها فمونيا، ومنها عن طريق البارنترال. طبعا بنتكلم اليوم عن الأدوية اللي تثبت الحمل. الأدوية اللي تثبت ليش الحمل. طيب، أولا قبل ما نعطي الطريقة المناسبة لمنع الحمل، لازم ايش نسأل 6 أسئلة. لازم ايش نسأل 6 أسئلة قبل ايش ما نعطي ايش الطريقة المناسبة لمنع الحمل. اولا نسأل على العمر. نسأل على من؟ على عمر الشخص. نسأل على عمر ايش الشخص. ثانيا نسأل هل مثلا الشخص هذا عنده مثلا اطفال، ما فيش عنده اطفال. ثالثا هل مثلا هذا الشخص او المرأة مالها مرضعة؟ هل هذه المرأة مالها مرضعة؟ هل لديها اولاد؟ كم عمرها؟ طيب، المدة اللي تمام اللي بيتم فيها ايش مع الحمل. مثلا يتم مع الحمل لمدة كم سنة، مثلا 3 شهور، شهرين، على حسب ايش المدة. لازم ايش نسأل ايش هذه الأسئلة. طيب، نسأل على حاجة اسمها ايش ميديكال ديزيز. تمام، هل هناك مثلا أمراض أخرى عند هذه المرأة؟ مثلا عندها ضغط، سكر، أبو صراع، تمام، عندها مثلا أنجينا، أمراض قلب، أي حاجة تمام من هذه ليش الأمراض. لازم ايش نسأل المريض. طيب، هل مثلا الدورة الشهرية منتظمة، غير منتظمة، تمشي بانتظام؟ لازم ايش نسأل ايش هذه 6 أسئلة. نسأل أول شيء عن عمر المرأة. نسأل هل عندها أطفال، ما في عندها أطفال. هل هي مرضعة؟ المدة الحمل. مثلا هل هناك مثلا أمراض أخرى عندها، مثلا عندها ربو، وعندها ضغط، عندها سكر، عندها قلب، عندها صرع، عندها أمراض تخثرات في الدم. طيب، هل الدورة منتظمة، غير منتظمة؟ طيب، وسائل مع الحمل المناسبة للظروف المختلفة. يعني على سبيل المثال البنات حديثي الزواج وأقل من 35 سنة، هؤلاء نعطيهم إيش أقراص مع الحمل إيش المركبة. كومبايند اورال كونتراسبتيف. كومبايند اورال ايش كونتراسبتيف. طيب، ممنوع استخدام اللولب ايش عند هذا العمر او هذه الفئة العيشة العمرية، اذا ما اقل من كم، من 35 سنة. يعني لو مثلا نجيبه هنا في النساء ايش الكبار، يعني اكبر من 35، 40، نجيب لهم ايش اللولب. انترا يوترين ديفايس. انترا يوترين ايش ديفايس، هذا اسمه انترا يوترين ديفايس، IUD. IUD ايش معناته؟ اللولب. ايش اللولب؟ طبعا اللولب عبارة عن ايش جهاز، تمام، صغير جدا، على شكل حرف ايش يو، على شكل حرف يو، يجي في طرفه ايش خيط. هذا تمسك يبو ايش طيب عن طريق دكتورة مختصة لنساء ولادة. تمام، تقوم ايش بتركيب منه هذا اللولب. تركيب ايش هذا اللولب، طبعا هو عبارة عن ايش، مصنوع من النحاس. مصنوع ايش من النحاس. طيب، النساء اللي هم اكبر من 35 سنة يفضل استخدام اللولب. يفضل استخدام ايش اللولب، IUD. طيب، النساء او السيدات اللي هم ايش اثناء الرضاعة، نجيب لهم اقراص مع الحمل ايش المفردة. اقراص مع الحمل ايش المفردة، التي تحتوي على من، على البروجستيرون. التي تحتوي على من، على البروجستيرون. ما نجيب شقراص حمل مفردات تحتوي على الاستروجين. ليش؟ لان الاستروجين ايش يعمل، ينشف الحليب. ينشف الحليب ويعمل لنا ايش مشاكل ايش كثيره. الاستروجين لا يعطي ايش لوحده، وانما يعطي ايش مخلوط مع البروجستيرون. لكن اذا المراه مثلا مرضعه، تمام، وتشتي ايش حبوب ايش منع حمل، نجيب لها ايش بروجستيرون صافي. بروجستيرون ايش صافي. طبعا بعد 6 أسابيع من كم؟ من الولادة. بعد 6 أسابيع من الولادة. طيب، مريضة السكر ومريضة القلب يفضل استخدام وسائل منع الحمل الميكانيكية، مثل الواقي الكندم. مثل الواقي أو الكندم. طيب، حبوب منع الحمل ليش المركبة، هي كثيرة في السوق. كثيرة ايش في السوق، ومنها استخدام منع الحمل، ومنها ليش لها استخدامات ايش أخرى بنتعرف عليها إن شاء الله في موضوع درسنا اليوم.
طيب على سبيل المثال، على سبيل ليش المثال، في هناك حبوب مع الحمل اسمها ريج فيجن، اسمها ايش؟ ريج فيجن، هذا اسم تجاري، اسمه ايش تجاري، اسمه ريج فيجن، او ترى ريجول، او ايش ترى ريجول، اسمها تجارية، تمام. تحتوي على مواد الحمل، هذا ايش المركبة، إيثانيل الاسترادايول عبارة عن ايش سيروجين، ليفيونوجستريل عبارة عن ايش بروجستيرون، عبارة عن ايش بروجستيرون. طبعا احنا نخلط البروجستيرون مع السيروجين عشان ايش كل واحد يقلل ايش من الاثر الجانبي حق الثاني، عشان يكون في هناك ايش توازن، عشان يكون مثلا هناك ايش في محاكاة من الدورة الشهرية حق من حق المرأة، هذه الفسيولوجية ليش حق من حق المرأة، تمام، يعمل ايش زي المحاكاة. فنقوم ايش خلطهم ايش في الغالب. طيب حبوب مع الحمل هذه المركبة تأتي ايش حبوب ايش في الغالب ايش بيضاء، وفي الاخير ايش حمراء، يعني في اخر 7 حبات يكون ايش حبوب ايش حمراء، يعني الشريط يجي داخله كم 28 ايش حبة. تستخدم ايش 21 حبة هذه خلال كم الفترة حق من حق الدورة ايش الشهرية، طبعا الدورة الشهرية كم 28 يوم، 21 يوم تمام، ناخذ ايش حبوب من الحمل هذه، و7 الأيام الأخرى تمام ناخذ ايش الحبوب ايش الحمراء هذه. طيب هذه الحبوب الحمراء تحتوي على مثلا تحتوي على حديد، تمام، تحتوي على كم، على حديد، هذا الحديد ايش يعوض ليش نقصان الدم وفقدان الدم اثناء الدورة الشهرية. طبعا في بعض الشركات تمام تعمل الحبوب الحمراء هذه حديد، وبعض الشركات تعمل الحبوب ايش تعملها على شكل استارش، يعني تكون مادة مالية داخل ايش نشا، مادة ايش داخل ايش نشا، او مثلا بلاسيبو، تمام، مادة ايش وهمية، مادة وهمية. ليش الحبوب الحمراء هذه؟ عشان تذكر المريض، عشان تذكر ليش المريض ايش بياخذ ايش الحبوب، هي عبارة عن ايش للتذكير، عبارة من للتذكير. فقلنا هذه الحبوب الحمراء يا اما تمام داخل ايش حديد في الراس، تمام، تطرح بعض الشركات. طيب في شركة ثانية تعمل تمام الحبوب الحمراء تعمل على شكل ايش استارش، او مثلا بلاسيبو، تمام، بلاسيبو، تمام، مادة وهمية، عشان ايش الشخص ما يكون زي المنبه، تمام، او تذكير له باستمرار ايش اخذ الدواء. طيب يا شباب ننتقل ليش الى كيفية استخدام حبوب مع الحمل ليش المركبة، مثلا الريج فيدون، تأخذ مثلا على سبيل المثال قرص واحد يوميا، تمام، في نفس الوقت المناسب، يعني لازم المرأة اللي تأخذ حبوب مع الحمل تعين وقت مناسب يناسبها، مثلا الساعة 5 والساعة 6 والساعة 8، تمام. ولازم في اليوم الثاني يكون ايش نفس ليش نفس التوقيت، مثلا اخذت حبوب مع الحمل الساعة 8 في الليل، اليوم الثاني الساعة كم 8 في الليل، وهكذا ايش بانتظام، وهكذا بانتظام، وهكذا بانتظام، أتقدم ولا أتأخر. طيب لمدة كم؟ 21 يوم، ثم إيش؟ يوقف كم؟ 7 أيام، اللي هي إيش؟ أقصى مدة لمن؟ لنزول الدورة من الشهرية، وبعدها ماله؟ يواصل من جديد أخذ الحبوب. طيب نبدأ من خلال أول 5 أيام من الدورة، نبدأ خلال كم؟ أول 5 أيام من الدورة، ويفضل إيش؟ أول يوم، ويفضل إيش؟ أول يوم. طيب في بعض الدكتورات توصف ليش السيدات يعني 5 يوم من الدورة، في الغالب 5 يوم كم من الدورة، 5 يوم من الدورة. لازم نعمل ايش اختبار للحمل قبل ما نستخدم حبوب مع الحمل، لازم نعمل اختبار ايش للحمل قبل استخدام ايش حبوب مع الحمل، لان هذا الاستعمال تسبب تشوهات لمن لجنين في حالة وجود من حمل. طيب مواد الحمل المركبة لا نستخدمها في حالة وجود من ايش الشخص عنده مثلا ايش هارت ديزيز، امراض ايش في القلب، مثلا اسكيميك هارت ديزيز، هايبرتنشن، ام اي، الشخص عنده مثلا ايش سكر، دايابيتيك ميليتاس، عنده مثلا سرطان ايش الثدي، بريست ايش كانسر، عنده متريال ايش كانسر، امراض في بطانة الرحم، ثرومبو امبوليزم، دي في تي، في البريجنانسي، أمراض الكبد، الناس عندهم أيش ميجرين بشكل متواصل، الناس عندهم أيش إبلبسي، تمام، ممنوع أيش نعطي أيش حبوب مع الحمل أيش المركبة عند هؤلاء أيش الأشخاص. ليش؟ لأنه الاستروجين موجود في هذه الحبوب، فهو اللي عمل أيش هذه المشاكل كامل، فهو اللي عمل أيش هذه المشاكل أيش كامل.
يعاني السلوك ايش يعمل؟ يحبس السوائل ويرفع الضغط. طيب السلوك ماله؟ يرفع السكر. السلوك يعمل كم؟ يعني مثلا امرأة عندها سرطان في الثدي او سرطان ايش في الرحم، فيجد ليش ما السرطان، فيجد من الورم. ليش؟ لان السلوك المسؤول عن من؟ عن نمو هذه الاعضاء، مثلا نمو البريست، نمو ليش بطانة الرحم. فممنوع نقبل السلوجينات او مراعي المركبة مع من؟ مع هذه الامراض. تمام، لانه ايش يزيد مش من خطورة من هذه الامراض الفاقدة. طيب كيف يتم التصرف في حالة انه مثلا ايش الشخص نسى القرعة؟ كيف يتم التصرف في حالة انه الشخص مثلا ايش نسى القرعة حق اي دواء من اجل من الحمل، سواء كان مركب او كان ايش مفرد؟ طيب نتكلم عن ادوية ايش المركبة، نتكلم عن ادوية ايش المركبة. طيب اذا مثلا ايش الامرأة هذه نسيت ايش اخذ الحبة في الموعد ايش المحدد. طيب هذا الشريط، تمام هذا ليش الشريط، هي دائما ايش تاخذ في نفس ايش الوقت المحدد. فقام يوم من الايام نسى ايش تاخذ هذه الحبة، يعني حبة واحدة. يعني اذا كان في امرأة نسى اخذ حبة واحدة تمام في وقتها ليش المحدد. طيب هذه كيف نتصرف معها؟ طيب ممكن تاخذه هذه الحبة لما ايش تتذكره، لما ايش تتذكري، وتكمل باقي اليوم اللي بعده ايش بشكل طبيعي. طيب مثلا لو تفكر، لو تذكرت مثلا في اليوم الثاني، في اليوم ايش الثاني موعد القرص ايش الثاني الجديد، تمام ممكن تاخذ الاثنين مع بعض. يعني مثلا هذا اليوم الاول نسيت، تمام نسيت ايش اخذ القرص هذا، قال اليوم الثاني قال موعد وتمام تذكرت انه ايش نسيت واحدة، ممكن تاخذ الاثنين مع بعض حق اليوم اللي نسيته حق اليوم ليش الجديد. طيب ما في داعي انه ايش هذه المرات تستخدم ايش مسيرة منع حمل اضافية مثل كندام ولا غيره، ما في داعي ايش تستخدم طبيعي جدا. طيب اذا في امرأة نسات حبتين، تمام يعني مثلا اليوم الاول نسات حبة واليوم الثاني نسات حبة، طيب كيف يتم التصرف هذه معها؟ طيب نسيب ليش نقول ليش اتركي ليش القديم، اتركي ليش ليش سنتين ليش اللي راحن. طيب خذي اخر حبة ايش تمام ضيعتيها، تمام او ايش ما اخذتيهاش، وبعدين تكمل الايام اللي بعدها. طيب نوقف العلاقة الزوجية، نقول ليش تعمل توقف العلاقة الزوجية وتستعمل وسيلة حمل ليش منع حمل ليش اضافية لمدة 7 ايام. طيب ايش نقدر نعمل؟ نخلي ايش تعمل تترك ليش القديم، عين الشريط القديم، تمام تاخذ اخر حبة تمام فاتتها، بعدين تكمل الأيام اللي بعدها إيش طوالي. طيب توقف العلاقة الزوجية وتستعمل وسيلة منع حمل إضافية لمدة 7 أيام. طيب لو الحبوب اللي باقي في الشريط بعد الحبة المنسية أقل من 7، طيب نخلصهم، نخلص إيش هذه الحبوب. لو الحبوب اللي باقي في الشريط بعد الحبة اللي نسيتها تمام، أو الحبوب اللي نسيتها أقل من 7 حبات، تمام ايش نقول له؟ نقول له ايش خلصيهم، تمام خلصي ايش باقي هذه الحبوب. طيب وبعدين ايش عمال تاخذ شريط جديد، تاخذ شريط ايش جديد مباشرة بدون ما توقف 7 ايام. طيب اذا هذه الحبوب اللي باقي في الشريط تمام بعد الحبوب المنسية اللي نسيتهم 7 حبات او اكثر حبات الباقي في الشريط، ايش نقول له؟ خلصيهم، تمام تخلص من هذا ايش الحبوب اللي في الشريط. طيب توقف 7 أيام، توقف كم؟ 7 أيام، وبعدين تاخذ كم؟ الشريط ليش الجديد، وبعدين تاخذ الشريط الجديد. طيب لو الحبوب هذه اللي نسيتها من أول 7 حبات في الشريط، لو الحبوب اللي نسيتها أول 7 حبات في الشريط، طيب مع وجود علاقة في خلال 7 أيام قبل بدء الحبوب، طيب ننصحها نقول ليش لازم تستخدمي وسيلة منع حمل ليش فورية. لازم ايش تستخدمي من حبوب منع الحمل ايش فورية او وسيلة منع الحمل ايش فورية مثل بستينور، مثل ايش بستينور، وبعدها ايش تعمل تكمل ايش طبيعي جدا، تكمل ايش طبيعي جدا من الشريط نفسه. طيب قبل العملية الجراحية يجب توقف تناول الحبوب ايش قبل العملية بأسبوعين
قبل عملية الجراحية بأسبوعين، يجب توقف تناول الحبوب إيش مع الحمض إيش المركبة بأسبوعين. طيب في حالة إنه مثلا إيش شخص ياخذ مضاد حيوي مع حبوب مع الحمل، شخص ياخذ حبوب مضاد حيوي تمام مع من؟ مع حبوب إيش مع الحمل سواء كان مركبة أو مفردة. طيب أولا المضاد الحيوي إيش يعمل؟ يحصل إيش داخل بينه وبين إيش حبوب من عن الحمل، ممكن إيش يبطل المفعول حق من حق ليش الدورة كنت رسبتف. طيب السبب إنه يبطل في يبطل الحبوب مع الحمل إنه يتداخل بحق البكتيريا إيش النافعة، تمام؟ يروح مضاد الحيوي إيش يعمل؟ يضرب البكتيريا من النافعة. طيب هذه البكتيريا النافعة لها علاقة في امتصاص من البرور كونترا سيبتف، وبالتالي ماله يقل مفعول البرور كونترا سيبتف. يعني لازم نعمل نفرق بين الوقت، بين وقت أخذ المضاد الحيوي وأخذ إيش حبوب إيش ما نحمل، نخلي وقت إيش فارق زمني كبير. يجب استخدام وسيلة منع حمل إيش إضافية مثل الواقي في حالة إنه إيش امرأة تاخذ مضاد حيوي وتاخذ إيش حبوب إيش مع الحمل وهي مضطرة لأخذ من المضاد الحيوي، لازم نعمل إيش وقت فارق تمام، وتستخدم إيش تعمل وسيلة منع حمل إضافية مثل الواقي الذكري. طيب ننتقل إلى حبوب مع الحمل إيش مفردة، ننتقل الحبوب مع الحمل إيش المفردة. بروجستيرون اون ليبلز تمام، يعني ايش حبوب تحتوي على من على البروجستيرون، تحتوي على من على البروجستيرون. طيب نوع مشهور جدا اسمه ميكرولوت، نوع مشهور جدا اسمه ايش ميكرولوت، ميكرو لوت. طيب هذا ناخذ ايش قرص واحد يوميا في وقت الدورة، في وقت ايش الدورة بدون ما نوقف، بدون ايش ما نوقف. طبعا ما اجي شيء الحبوب الحمر، ما ليش يبغى ايش الحبوب ليش الحمراء هذه اللي ذكرناها ايش اول. طيب نبدأ خلال اول 5 ايام من الدورة، ويفضل اول يوم، ويفضل ايش اول يوم او بعد 6 اسابيع من الولادة في حالة ان ايش هذه المرأة ماله مرضعة. نبدأ خلال اول 5 ايام من الدورة، ويفضل اول يوم او بعد 6 اسابيع من الولادة في حالة من الرضاعة. طيب يستخدم هذا النوع في السيدات تمام، ليش؟ إذا الشيء ترضع ليش؟ لأنه هذا إيش البروجستيرون لا يأثر على من على الحليب، ما ينسش الحليب حق الطفل تمام، فاعتبر إيش معنى حمل عند من عند المرضعات، معنى حمل عند من عند المرضعات. طيب إذا مثلا المرأة هذه نسيت إيش أخذ القرعة حقها تمام، أو الحبة حقها حق معنى الحمل هذه اللي هي المفردة. طيب قال لك انه اخر حبة تاخذ لما ايش تتذكري، اخر حبة ايش تعمل تاخذ لما تتذكري، توقف العلاقة الزوجية او تستخدم ايش واقي ذكري، او تستخدم واقي ايش ذكري، توقف العلاقة الزوجية واخر حبة ايش تعمل تاخذ لما ايش لما تتذكري. طبعا حبوب مع الحمل يجي مكتوب في الشريط بحسب الأيام، أو مثلا في أسهم تمام، في أسهم مثلا أسهم شي سهم ورا سهم ورا سهم ورا سهم من بداية الشريط إلى كم إلى نهاية الشريط. لازم تمام المرأة تستخدم ليش الحبوب هذه من بداية السهم، من السهم ليش اللي فوق، وبعدها تستخدم ايش اللي بعدها ايش بانتظام، واحدة بعد واحدة بعد واحدة واحدة تمام. يعني ما ينفعش انه تاخذ واحدة من اول الشريط وتاخذ من النص وتاخذ من الوسط تاخذ من الاخير، لا ما ينفعش. ليش؟ لان الحبوب مع الحمل هذه تحاكي الفسيولوجية الطبيعية حق من حق الدورة الشهرية، تحاكي الفسيولوجية الطبيعية حق من حق ايش حق المرأة من كل شيء. فلازم ايش تمشي ايش بانتظام، تمشي ايش بانتظام من البداية الشريط الى ايش لنهاية ايش الشريط. ما ينفعش انه ايش واحد ياخذ من الاخير واحد من النص.
طيب في بعض الحبوب مكتوب الأيام، في الغالب الأيام يكون ساندي، تمام ساندي. السبب وراء كتابة اليوم ساندي يعني إيش؟ هي طقوس دينية، تمام. بسبب إيش؟ طقوس إيش؟ دينية. يعني مثلا في الغرب عندهم يوم الأحد هذا زي يوم الخميس عندنا، تمام. يعني عندهم إيش؟ يوم مقدس، يعني ساندي يوم الأحد، تمام. والبعض الآخر عمل إيش؟ إشارات أوسهم، تمام. فالأيام ساندي ماندي، تمام. فيعمل لك إيش؟ اليوم كامل. هنا كان عندهم إيش؟ يوم الأحد ياخذوا ايش حبوب مع الحمل، يبدون يوم الاحد عندهم. لكن عندنا مش شرط انه يوم الاحد يبدأوا، تمام. فيبدأوا عندنا مثلا خامس يوم الدورة، يبدأوا من اول يوم الدورة، فمش شرط. اهم شيء انه ايش نعمل؟ نمشي على ما هو مكتوب بالترتيب. طيب ناتي لمن اذا انواع حبوب مع الحمل الموجودة في السوق. اول نوع قلنا ايش؟ ريجفيدون. اول نوع قلنا ايش؟ ريجفيدون. هذا يدخل أي حبة من خامس يوم الدورة، يؤخذ كمان حمل، يؤخذ كمان عيش حمل حبة خامس يوم من الدورة. طيب تري ريجول، تري ريجول. طبعا التري ريجول هذا يجي ثلاث حبوب ملونة، تمام. يعني ايش؟ ثلاث حبوب ملونة، يعني مثلا يجي سبع سبع سبع، 21 حبة. كل لون من السبع الحبات هذه، تمام، أو كل 7 حبات لها لون آخر، لها لون إيش آخر. هذا يسمى تري فيزيك، تري إيش فيزيك، يعني ثلاثي الطور، ثلاثي إيش الطور، يعني حق الفسيولوجية، حق من حق مرام كل هذا، يعني خلال 21 يوم يسمى إيش ثلاثي الأطوار، ثلاثي إيش الأطوار. التركيب العلمي حقه إيثين الاسترادايول مع ليفو نورجسترول، إيثين الاسترادايول مع ليفو نورجسترول. طيب ثاني استرادول قلنا ايش؟ استروجين. ليفونورجسترول احد مشتقات ايش؟ البروجستيرون، احد مشتقات البروجستيرون. يستخدموا كايش كمان حمل، يستخدموا كمان ايش حمل. ايضا يستخدموا في النزيف الرحمي ايش؟ الغير وظيفي، في النزيف الرحمي الغير ايش؟ وظيفي. طيب صنف اخر اسمه ميكروجينون، ميكرو جينون مشهور جدا. وصنف آخر اسمه إيش بروتيك، صنف آخر اسمه بروتيك، نفس تركيب الحبوب. إثنان الاسترادايل مع ليفو نورجسترول، إثنان الاسترادايل مع ليفو إيش نورجسترول. طيب ريجولون، الصنف الذي بعده ريجولون، هذا تركيب العلمي حقه إثنان الاسترادايل استروجين مع ديزو جسترول، مع ديزو من جسترول أحد مشتقات البروجستيرون. طيب هذا الريجولون ممكن يؤخذ ايش كمنظم الدورة الشهرية، ممكن يؤخذ كمنظم ايش للدورة الشهرية، ايضا يؤخذ كمان حمل في نزيف الرحم غير وظيفي. طيب هذا الريجولون في الوقت الاخير عندما انعدمت الادوية اللي تمنع الحمل عند المرضعات، كان واحد البدائل، كان هو احد ايش البدائل، لأن نسبة الاستروجين داخله خفيفة، نسبة الاستروجين ايش داخله ايش خفيفة، وبالتالي ماله ما تأثرش على الحليب حق من حق الأم المرضعة. طيب مارفيلون، مارفيلون إثنان الاسترادايل مع ديزو جسترال، إثنان الاسترادايل مع ديزو من جسترال، نفس الكلام ممكن يأخذ من المرضعات، ممكن يأخذ من المرضعات، ونفس استخدام الريجولون. طيب ديزو جسترول، ديزو جست، ديزو جست عبارة عن اسم تجاري يحتوي على ديزو جسترول، يحتوي على ديزو من جسترول، يحتوي على من؟ على بروجستيرون، على بروجستيرون. نوفينت وهو أشهر واحد، النوفينت وهو من أشهر واحد، يحتوي على استروجين مع بروجستيرون، يحتوي على استروجين إثنان الاسترادايل مع من؟ بروجستيرون ديجستيرون. طبعا النوفينات ممكن ناخذ من المرضعات، ممكن ناخذ من المرضعات في حالة انه ايش انعدم الاقراص من المانع الحمل حق المرضعات، نجيب النوفينات، نجيب ايش النوفينات كيف ايش امن دواء في هذه الحالة، مش موجود النوفينات نجيب بدله من الريجولون،
نجيب بدله من الريجولون، مش موجود الريجولون نجيب بدله من المارفيرون، نجيب بدله من المارفيرون. طبعا ما يميز حبوب منع الحمل المركبة عن المفردة ان حبوب منع الحمل المركبة تجي ملونة، تمام، يعني حبوب بيضاء وثم حبوب ايش حمراء. حبوب منع الحمل المفردة تأتي كلها بيضاء، تأتي ايش كلها ايش بيضاء من غير الحبوب ايش الحمراء تكون ناعمة انها اول. طيب دوفاستون النفرين هذا تكلمنا عنه قبل شوية، قلنا من ينفع المرضعات، أيضا غير المرضعات، غير من المرضعات طبعا يعتبر أخف واحد من حيث إيش الأعراض الجانبية، أخف واحد من حيث إيش الأعراض من الجانبية. طيب ننتقل اللي بعده ديفاستون. ديدروجستيرون عبارة عن إيش برجستيرون، عبارة عن برجستيرون، هذا في الغالب يؤخذ كمثبت حمل، يؤخذ كمثبت إيش حمل، يؤخذ كمثبت حمل حبة صباح وحبة إيش المساء، يعني ممكن الطبيبة تقرره في الأشهر إيش الأولى كمثبت إيش حمل حبة صباح إيش والمساء، ممكن تقرر الطبيبة شهرين 3 أشهر على حسب من الحالة، على حسب الحالة. أيضا له استخدامات أخرى، يمنع النزيف الرحمي الغير وظيفي، يمنع النزيف الرحمي الغير إيش وظيفي. طيب يستخدم أيضا في حالة من العقم، لأنه إيش عبارة عن برجستيرون فساعد على منع التبويض. طيب يعالج حالة اسمها بريمنسترال سيندروم، متلازمة إيش ما قبل الدورة الشهرية، تمام، تأتي حالة اسمها إيش BMS بريمنسترال سيندروم، أعراض تمام مثل أعراض الدورة الشهرية، ألم في البطن، تغير في المزاج، صداع، تمام، تأتي ما إيش مثل هذه إيش الأعراض. فالديفاستون ايش يعالجها، لكن الديفاستون عندنا في الوقت الحالي تمام او في معظم الحالات يؤخذ كمثبت من حمل، كمثبت حمل. طيب ديوريست بديل من الديفاستون، ديوريست بديل من الديفاستون. طيب جينرا مانع حمل، مانع ايش حمل، يحتوي على استروجين ايثانيل استرادايول وجستودين، ويحتوي على من على جستوجين، عبارة عن برجستيرون، عبارة عن برجستيرون. يفضل ايش استخدامه في اول ايش يوم الدورة، في اول يوم من الدورة. طيب لندنت 20 ولندنت 30، لندنت 20 ولندنت 30. طيب هذا يحتوي على تركيبتين اثنين الاسترادايول مع جستوجين. طيب كيف 20 وكيف 30؟ طبعا 20 هذه تركيز من الاستروجين، في منه قوة 20 الاستروجين، في منه قوة كم 30، طبعا هو مخلوط مع من مع جستودين. فالاندنت 20 هو أخف من كم الاندنت كم 30، الاندنت 20 أخف من كم الاندنت كم 30، وهو أكثر إيش استخداما، اللهم إيش الاختلاف إيش في لون الباكت، يعني تحصله الاندنت 20 لون الباكت حقه أصفر، 30 لون الباكت حقه كم أبيض. طبعا الاندنت 20 في الحالة في الأوقات الأخيرة لما انعدم النوفنيت، انعدم الريجلون، انعدم تمام، كان يؤخذ كبديل لهم، كان يؤخذ كبديل لهم عند المرضعات، عند من؟ عند المرضعات. طيب الذي بعده الزهرة والياسمين، زهرة معنى حمل اسم تجاري، ياسمين معنى حمل اسم تجاري، يحتوي على نفس التركيبة اثنين الاسترادايول مع من؟ مع جستودين. يفضل استخدامهم في خامس كم يوم الدورة، في خامس يوم من الدورة. طبعا لهم استخدامات كثيرة، نزيف الرحم الغير وظيفي، يستخدم في كمان أي حمل. مايكرو سبت تركيبته إثنان استرادايول مع ليفو نورجسترول، إثنان استرادايول مع ليفو نورجسترول، يعني استروجين مع من؟ مع برجستيرون، تستخدم خامس يوم الدورة. طيب بوستينور، وهذا مهم جدا، بوستينور وهذا ايش مهم جدا، طبعا البوستينور يحتوي على ليفو نورجسترول، ليفو نورجسترول. طيب هنا الليفو نورجسترول احد مشتقات البروجستيرون، ولكن تركيزه عالي جدا، يعني تركيزه اللي هنا ايش اعلى من ايش من الليفو نورجسترول اللي موجود مخلوط مع من مع الاستروجين،
تركيزه عالي جدا. طيب هذا البستنيور يجي داخل باكت حبتين، يجي داخل باكت كم حبتين؟ يؤخذ كمان حمل في حالة الطوارئ، يؤخذ كمان حمل في حالة من الطوارئ، emergency contraception، emergency contraception معنى حمل في حالة ايش؟ الطوارئ. يعني كيف يعاني في حالة الطوارئ؟ يعني على سبيل المثال، تمام، امرأة تمام مش مخططة ل تمام مثلا ايش للحمل، يعني تمام مش مخططة مثلا ايش للحمل، هذه المرأة ما تستخدم شيء وسيلة منع حمل، تمام، حصل لها مثلا ايش علاقة زوجية او جماع، تمام، حتى ايش مش مخططة ليش ايش تعمل تمنع ايش الحمل، ما تستخدم شيء وسائل منع حمل، تمام، يعني بشكل ايش مفاجئ، فتخاف انه ايش يحصل حمل، تمام، فتخاف انه يحصل ايش حمل، فتستخدم ايش هذا النوع. طيب هذا النوع متى يستخدم بالضبط؟ خلال 72 ساعة، خلال كم؟ 72 ساعة من بعد العلاقة ايش الزوجية او ايش الجماع الذي حصل، خلال كم؟ 72 ساعة، يعني بعد 72 ساعة ما عاد ينفع يستخدمه. ليش؟ لانه خلاص بعد 72 ساعة 3 ايام ممكن يحصل حمل، ممكن ايش يحصل ايش حمل، فما ينفعش ايش نستخدمه، تمام. لهذا يسموه ايش؟ يسموه emergency ايش contraceptive، معنى حمل عند من حالة الطوارئ. طيب هذه الحبتين يا اما انك تاخذها مع بعض ثنتين، تمام، او انه حبة تاخذ هذا الوقت بعد 12 ساعة تاخذ الحبة ايش الثانية، كله ينفع، يا اما حبتها مع بعض او حبة الان حبة بعد كم؟ بعد 12 ساعة. لكن ايش نعمل؟ لازم نراعي ايش الوقت، بعد الجماع بكم؟ ب 72 ساعة ما ينفعش، لازم ايش خلال 72 ساعة، خلال 72 ايش الساعة من الجماع او العلاقة الزوجية عن غير ايش مخطط لها اول مرة، اللي ماله ما استخدم شيء وسيلة ايش من وسائل منع الحمل. طيب الذي بعده بريمولوث ان، بريمولوث ان نوركولوت نور، هذه عبارة عن اسمها تجارية، اسمها ايش تجارية، التركيبة العلمية قا نور تستيرون، نور ايش تستيرون، عبارة عن ايش أحد المشتقات من البروجستيرون، أحد مشتقات البروجستيرون. طبعا النورتستيرون هذا مشهور جدا، أو البريمولوثين مشهور جدا. طيب عن له أكثر من استخدام، مستخدم كمان عيش حمل، مستخدم كمان حمل، يستخدم من النزيف الرحمي أو غير وظيفي، يستخدم من النزيف الرحمي الغير ايش وظيفي، النزيف الرحمي ايش الحاد، النزيف الرحمي ليش الحاد. طيب يؤخذ ك مؤخر الدورة الشهرية ومقدم لمن للدورة الشهرية. طيب واحد منكم بيسأل كيف يقول يا دكتور كيف يعني مقدم الدورة الشهرية ومؤخر الدورة الشهرية؟ طبعا على سبيل المثال يعني امرأة مثلا شي تروح مثلا تحج أو تعتمر، تمام، مع مثلا مع مناسبة دينية، تمام، ولا أي حاجة، فتشي مثلا ايش تأخر ايش الدورة حقها، مثلا تلعب رياضة ولا أي حاجة، تمام، فتخاف تقل ايش الدورة في هذاك الوقت. طيب تاخذ حبوب ايش البريمولوثين او النوركولوت او النور يعني النور تسيرون، تمام، تاخذ هذه الحبوب. يعني قال لك انه تاخذ هذه الحبوب قبل الدورة، تمام، بكم؟ ب 5 ايام، قبل ما تجي الدورة بكم؟ ب 5 ايام تاخذ من هذه الحبوب، حبة الصباح وحبة المساء، حبة الصباح وحبة كم المساء تاخذ هذه الحبوب. طبعا اكثر من اسبوعين هذه الحبوب ايش ما ناخذهاش، اكثر من اسبوعين هذه الحبوب ما يعني لا يفضل ايش استخدامه لاكثر من كم من اسبوعين. الدورة ممكن تعود بعد يومين 4 ايام من توقف استخدام من الدواء، من توقف استخدام الدواء الدورة ماله ممكن ايش ترجع. طيب لو المرأة هذه مثلا تمام تأخذ حبوب مع الحمل المركبة، لو المرأة هذه تأخذ حبوب مع الحمل ايش المركبة وماشية على هذه الحبوب، ايش يعمل؟ تكمل عليها، تمام، من غير ما توقف كم؟ 7 ايام، تكمل عليها، تمام، من غير ما توقف 7 ايام. طيب لو هذه المرأة مثلا
مش ماشي على اي حبوب مثلا مركبة ولا اي حاجة، ايش يعمل؟ تاخذ من هذا النركلوس، تاخذ النور ايش النركلوس. طبعا يستبعد انه ايش وجود حمل قبل الاستخدام، وجود حمل ايش قبل ايش الاستخدام. طيب هذا النور تستيرون قلنا له ايش استخدامات ايش كثيرة، ممكن يستخدم في تأخير الدورة، ممكن تمام يستخدم ايش في انزال ايش الدورة، في انزال الدورة. طيب كيف ينزل الدورة؟ ممكن ياخذ صباح ومساء، صباح ومساء لما تنزل ايش الدورة، بعدين ايش نتوقف عنه عن استخدامه. يعني في هناك قاعدة تقول كل ما كان البروجستيرون تمام، كل ما كان ايش البروجستيرون موجود في الدم تمام، كل ما ايش الدورة مالها تأخرت تمام، الدورة ايش تأخرت ليش؟ لأن البروجستيرون يعمل ايش يمنع تقلص العضلات من الرحم، يمنع تقلص عضلات من الرحم، وبالتالي ما الدورة مالها ما تنزلش. طيب كل ما كان البروجستيرون مش موجود في الدم تمام، يحصل ايش تقلص عضلات الرحم، وبالتالي ايش انسلاخ لمن لهذه العضلات الرحم، وبالتالي ايش يؤدي لنزول ايش الدم، وبدأ الدورة ايش الشهرية. هذا ليش آلية عمل حق من حق تأخير الدورة وانزال الدورة الشهرية. طيب دواء آخر، دواء ايش آخر اسمه بروجليسون. بروجليسون هذا الدواء يؤخذ كمنظم الدورة، يؤخذ كمنظم من الدورة الشهرية، يؤخذ كمنظم للدورة الشهرية. طبعا يستخدم لمدة 21 يوم، ثم يوقف كم 7 أيام، وبعدين نبدأ إيش مرة أخرى، نبدأ إيش مرة أخرى، نبدأ بالأقراص البيضاء ثم بالأقراص الحمراء. العلاج يستمر 3 أشهر. لو الدورة تجي تمام نبدأ في 5 يوم الدورة، حتى مثلا لو الدم ماله ما نزلش. لو الدورة مثلا ما تجيش نبدأ مباشرة، نبدأ كم مباشرة، يأخذ كما ضمن ليش الدورة. يعني مثلا الدورة تجي شهر هذا، الشهر الثاني ما تجيش، توقف شهرين تجي شهر، نعم الدورة ملخبط، الدورة ايش ملخبط. ناخذ من هذا الدواء بروجليتون، التركيب حقه 2 الاسترادايول استروجين مع نورجسترول بروجستيرون. لازم نعمل اختبار ايش حمل قبل استخدام الدواء هذا، لازم نعمل اختبار ايش الحمل قبل استخدام الدواء البروجليتون، لانه عمل تشوه منه الأجنة. أيضا ممنوع عند إيش عند أمراض القلب والسكر وأمراض السرطان الثدي وغيره إيش من الأمراض. طيب الدواء اللي بعده إكزيلتون، الدواء اللي بعده اسمه إكزيلتون. هذا طبعا مانع حمل، مانع إيش حمل، يشتغل عند المرضعات، مانع حمل يشتغل عند المرضعات. أيوة خذ كما قلنا من قبل 5 يوم إيش من الدورة، أو بعد 6 أسابيع من الرضاعة. جيستال او جيستامريت، جيستال او جيستامريت، جيستال او جيستامريت. اليل استرينول، اليل استرينول، اليل استرينول عبارة عن ايش برجستيرون، عبارة عن ايش برجستيرون. طبعا جيستال يؤخذ كمثبت حمل، ياخذ كمثبت ايش حمل، مثلا في المسكاريج تمام، الريكارنت ايش مسكاريج، يعني في ايش الاسقاط ولا ايش الطفل، يعني الطفل مثلا مهدد ايش بالسقوط، مثلا امرأة دائما تسقط واصل تمام المرة هذه ماله سقط تمام، قبل مثلا ايش جيستال مثبت حمل، مثلا الولادة قبل ايش قبل موعده بريثيرم لابور، ممكن نجيب ليش هذا ليش الجيستال. يحتوي على مادة اسمها ايش الاليستيرينول، عبارة عن برجستيرون، عبارة عن برجستيرون. طبعا البرجستيرون له أكثر من استخدام، له أكثر ايش من استخدام، يستخدم كمانع حامل، كمثبت حامل، يستخدم ك مؤخر الدورة، منزل الدورة، له أكثر من استخدام. طيب يخص حبة صباحا ايش ومساء، يمكن اخر حبة ايش صباحا ومساء لمدة 2 شهر 3 اشهر، مدة 2 شهر ايش او 3 اشهر او مدة شهر، على حسب المدة اللي تحددها ليش الطبيبة. بلارا، بلارا اسم تجاري، تركيبته 2 الاسترادايول مع الكلورمادينون، 2 الاسترادايول مع كل الريش مادينون. 2 الاسترادايول عبارة عن استروجين
كل دور مدينة عبارة عن ايش؟ برج الشيرون، عبارة عن ايش؟ برج الشيرون. طب البرارة هذا يؤخذ كمان حمل، يؤخذ كمان عيش حمل، أيضا يستخدم في حالات سن الياس، يعني مثلا يقدر حاجة اسمها فازو موتور سيمتومز، مثل ايش؟ الهوت فلاش، الهوت ايش؟ فلاش يعني تمام، يعني السخونة عند من عند النساء، خاصة بعد كم؟ بعد سن الياس، بعد البوست ايش؟ البوز. يؤخذ ايضا يمنع ليش الاستيوبروسيس، الاستيوبروسيس خاصة بعد سن الياس. في حالة ايضا ايش حبة شباب له اكثر ايش من استخدام. طيب ديبو بروفيرا، ديبو بروفيرا، ديبو بروفيرا او بروتك، هذا عبارة عن فيالات، عبارة عن ايش؟ فيالات ايش؟ شكل هذه الحليب، يعني تؤخذ عن طريق ايش؟ العضل بعمق انترا ماسكولار، تأخذ عن طريق من العضل، ديبو بروفيرا أو بروتيك. طيب تحتوي على مادة اسمها ايش؟ ميدروكسي بريجستيرون، ميدروكسي بريجستيرون، هذا طبعا عبارة عن ايش؟ بريجستيرون، أحد مشتقات من البريجستيرون. طيب الإبرة هذه تستخدم مع الحمل لمدة كم؟ 3 أشهر، حقنة عضلية لمدة كم؟ 3 أشهر. طيب يجب توقف العلاقة الزوجية أو استخدام وسيلة منع حمل إضافية لمدة أسبوعين بعد بدء الحقنة. بعد ما نبدأ بالحقنة نضربها نوقف العلاقة الزوجية، تمام، أو نستخدم وسيلة منع حمل إضافية مثل كندم لمدة أسبوعين بعد ما نبدأ بالليش بالحقنة. ليش؟ عشان يبدأ حق المفعول، عشان يبدأ حق ليش المفعول. طيب نبدأ فيها خلال 5 أيام، مثلا يعني خلال ايش اول 5 ايام من ايش من الدورة، تمام، ممكن ايش نضربها. طيب يفضل اول يوم او بعد 6 اسابيع من ايش من الولادة، في حال ان هذه المرأة مرضعة، تمام، في حال ان هذه المرأة ايش مرضعة، تمام، يفضل ايش اول يوم او بعد 6 اسابيع من كم من الولادة. لكن مثلا المرأة مش مرضعة ممكن تستخدم ايش في 5 يوم، اول يوم عادي مش مشكلة. طبعا هذا النوع ما يتشعر على المرضعات، هذا النوع ماله لا يأثر على من؟ على المرضعات. ليش؟ أنا برج السورة مش صافي. الأثر الجانبية حق هذا ليش؟ الحقنة، الديب بروفيرا أو البروتك، صداع، دوار، تقلب في المزاج، اكتئاب، تورم، ألم بالثدي، عدم انتظام الدورة الشهرية، حدوث نزيف خفيف متقطع بالشهور ليش الأولى. هذا ليش الأثر ليش الجانبي حق من؟ حق الإبرة هذه، الديب بروفيرا. طبعا انقطاع الدورة الشهرية، انقطاع ايش الدورة الشهرية، ممكن ايش هذا ايش احد الاثار الجانبية حقه. طبعا ما في شيء قلق، خاصة ايش بعد العام الاول من استخدام الحقن، 50% من ايش من النساء يحدث لهم انقطاع في الدورة الشهرية أمينوريا، هذا لا يعني احتباس دم الدورة الشهرية في الرحم، تمام، كما ان بعض النساء ما له يعتقدوا هذا الشيء، لكن لا يتم تكوين دم الدورة الشهرية في الرحم من الاصل، يعني من اصله لا يتم تكوين دم الدورة الشهرية بسبب انه هذه الحقنة عملت ايش من عملت من التبويض، دفع الى من عملت من التبويض، وبالتالي ما حدث زيادة في السمك البطانة حق الرحم، تمام، والتي يحصل الله ايش تساقط بعد ذلك. طيب النساء اللي ياخذون الابرة هذه ممكن ايش الحمل عندهم متأخر لفترة، يعني يحصل لهم ايش ديلا ايش فترة، يعني ايش يحصل لهم حاجة ايش تأخر الحمل لفترة معينة. طيب متوسط هذا ليش الفترة من 8 إلى 10 أشهر بعد آخر حقنة. طيب يرجع ذلك لتأخر عودة عملية التبويض، يرجع ذلك ليش إلى تأخر عودة عملية من التبويض إلى حالتها الطبيعية. طيب الحقنة هذه مفعول ايش ممتد المفعول، يعني كان 3 أشهر. طيب مفعول آخر حقنة يتم أخذها قد يأخذ بعض الوقت كي ينتهي، ويختلف ذلك من ايش من امرأة ايش الأخرى، يعني في بعض الحالات النادرة قد تحتاج السيدة، تمام، هذه أول امرأة 2 سنين عشان ايش يحصل لها ايش حمل أو تستعيد القدرة على منع الحمل. يجب التأكد على أن هذا ايش التأخير، تمام، في استرجاع ايش هذه المرأة الخصوبة ليس له علاقة بمدة استخدام الحقنة، ولكن ايش بالفعالية حق من حق الحقنة. طيب الذي بعده الدواء الآخر الذي بعده
الميكرولوت، الميكرولوت عبارة عن عيش ليفونورجسترال، ليفونورجسترال عبارة عن مانع حمل، مانع عيش حمل. يؤخذ عند المرضعات، طبعا يؤخذ عند من المرضعات. ساندرا، ساندرا مانع حمل آخر يحتوي على كوين السترول مع ليفونورجسترول. كوين السترول أحد مشقات الأستروجين، أحد مشقات من الأستروجين. ليفونورجسترول عبارة عن بروجستيروم. طبعا هذا يجي داخل باكت حبة واحدة فقط، داخل باكت كم حبة واحدة فقط، تأخذ حبة شهريا، تأخذ إيش حبة شهريا، بعدين 25 يوم من الدورة وتمام، ممكن إيش نأخذ الحبة الثانية. طبعا داخل باكت كم حبة واحدة فقط. طيب ديان 35، ديان 35 أو جين كم 35. طيب هذا يحتوي على إثنال استرادايول مع سبروتيرون، إثنال استرادايول مع سبروتيرون. طبعا السبروتيرون عبارة عن إيش أنتي أندروجين، أنتي أندروجين هو عبارة عن إيش أحد البروجستيرون تام، ولا هو إيش فعالة من أنتي أندروجين. طيب الدين 35 له استخدامات كثيرة، يعني يستخدم في النساء اللي عندهم إيش حبة شباب، في النساء اللي عندهم إيش حبة شباب ممكن نقبلهم إيش ديان 35 لأنه يحتوي على سبروتيرون عندي أندروجين. طيب في النساء اللي عندهم هرشوتزم، هرشوتزم يعني شعرانية، نمو مثلا شعر في أماكن غير إيش مرغوبة مثلا في الصدر في الوجه ولا أي شيء، يحتوي على أنتي أندروجين. تمام فأنا أعيش هذا الشيء، أنا الأندروجين ماله مسؤول عن نمو إيش الشعر في الوجه وفي الصدر. طيب يستخدم في تقليل الليبيدو، تقليل من الليبيدو يعني يستخدم في تقليل من الرغبة الجنسية عند من عند الرجال، لأنه أنت أندروجين، لأنه أنت إيش أنتروجين. طيب أيضا يستخدم في بروستاتك كارسينوما، بروستاتك من كارسينوما. تمام في تضخم من البروستات، في تضخم البروستات عند الرجال لأنه أنتي أندروجين. أصلا أيضا الأندروجين كما قلنا أنه إيش له علاقة في نمو البروستات، له علاقة في تمام في نمو إيش الخصية، له علاقة في صنع الحماية المنوية، فممنوع، فممنوع الأندروجين عند من عند هؤلاء الشخص، عند هؤلاء الناس. فنجيب دواء مثل الديان يحتوي على سبروتيرون أنتي أندروجين فيمنع إيش من هذه الإيش الأشياء. يأخذ أيضا كمان حمل، يأخذ أيضا كمان عيش حمل، إذن له استخدامات كثيرة. حب الشباب يستخدم أيضا لهرسوتزم شعرانية، لتقليل إيش الرغبة الجنسية عند الرجال. يستخدم في تضخم البروستات وكمان حمل، وكمان عيش حمل. يؤخذ في 5 يوم الدورة، يؤخذ في 5 يوم من الدورة. طيب كم يورث آسيا، كم يورث إيش آسيا؟ يحتوي على إثنال استرادايول مع نورتستيرون، يحتوي على إثنال استرادايول مع نورتستيرون. طبعا هذا أحد وسائل مع الحمل ليش الطارئة، دخل باكت حبتين تؤخذ إيش مع بعض، دخل باكت حبتين تؤخذ مع إيش مع بعض خلال 72 ساعة من إيش من العلاقة الزوجية الغير مخطط لها أو غير مصحوبة باستخدام وسيلة منع الحمل. طيب آخر حاجة برولتون ديبوت، برولتون إيش ديبوت، هاي بروجين إيش أمبول، عبارة عن إيش أمبولات، عبارة عن إيش أمبولات تؤخذ عن طريق العضل. طبعا هذا مثبت حمل، يؤخذ كمثبت إيش حمل، يحتوي على هيدروكسي بروجستيرون، هيدروكسي بروجستيرون، هيدروكسي بروجستيرون قوة 250، له أكثر من استخدام. يعني مثلا كمثبت حمل ممكن يؤخذ خلال النصف الأول من الحمل، خلال النصف الأول من الحمل إبرة كل أسبوع عن طريق العضل. طبعا ممكن إيش يؤخذ من الأسبوع 20 أو 16 إلى الأسبوع كم 37 من الحمل، إبرة كل أسبوع عن طريق من العضل. له استخدامات أخرى، يعالج حاجة اسمها أمينوريا، انقطاع من الطمث، الولادة الغير الولادة قبل الموعد حقها أو يسمى بريتر ميش دابر، ميسكاريج أو تريتين دي ميسكاريج،
تمام. البلاد ليش المهدده ليش بالسقوط الجنين او نزول الجنين. تمام. يتم استخدام من هذه الابره، يتم استخدام من هذه من الابره المهمه جدا. طبعا بعد ما تكلمنا عن كل شيء، عن معاناة الحمل الدموية المركبة والمفردة وعن البارنترال، ممكن نتكلم عن ايش آلية عمل من هذه الأدوية. طبعا معاناة الحمل المركبة تمام تحتوي على بروجستيرون واستروجين. ايش اللي يعملوا؟ يقوموا أول شيء بتثبيط الايش الانترال ايش بتويتري الفصل الأمامي من النخامية، وبالتالي ماله ما يحرش حاجة اسمها ايش ال اتش و اف اس اتش. تمام. وبالتالي ماله ما يحصلش تبويض، ما يحصلش تبويض، ويزيد من ليش من سمك عنق ايش الرحم، وما يحصلش ايش اختراق للحيوان المنوي، ما يحصلش ايش تخصيب، وما يحصلش حمل. وذلك عن طريق تثبيط التغذية السلبية ليش الراجعة النيجاتيف ايش فيدباك. آثار جانبية حق حدود من الحمل معروفة، ممكن يعمل أي صداع، ممكن يعمل توتر، ممكن يعمل عصبية، آلام في الثدي، تورم في الثدي، يعمل غثيان. لهذا تشوف يعني حبوب مع الحمل النسوان يناسبهم النسوان ما يناسبهم. في بعض النساء يأخذون نوع معين مع يعني فترة معينة، وبعدين إيش يحصلون اضطرابات، بعدين إيش يضطرون إيش يستشيروا دكتورة يأخذون إيش نوع آخر. بعض النساء ما يناسبهم إلا هذا النوع فقط، لو أخذ نوع آخر بيحصل لهم إيش مشاكل مثل عصبية، مثل التوتر، مثل الغثيان، مثل القيء. تمام. صداع المستمر. فالنساء تمام يعشوا ليش هذا النوع ليش اللي متعودين عليه ليش ياخذوه بشكل دائم.